السلام عليكم. الفصائل المسلحة العراقية أشارت بشكل واضح بأنها ستهاجم إسرائيل وستستهدف هذه المرة نقاطا حيوية مرتبطة بالطاقة الإسرائيلية. الأمر أصبح واضحا مما نشر من قبل أصحاب الكهف، إحدى الفصائل العراقية التي سبق وأن تبنت هجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الساعة الأولى من صباح هذا اليوم، وعلى قناة التليجرام الخاصة بهم نشروا هذه الصورة. وإذا ما دققنا بالصورة سنجد بأن هذه الصورة يظهر بها صاروخ كروز موجه يتجه باتجاه إحدى المنشآت النفطية في إحدى المدن الساحلية، ويبدو بأننا أمام البحر المتوسط هنا، وبأن هذه إحدى المنشآت النفطية الإسرائيلية هي التي تشير الفصائل المسلحة بأنها تريد من مهاجمتها. وبالتالي إذا ما اعتمدنا الصورة وما هو ظاهر منها، مثلا خزانات الوقود هنا، هذه خزانات أخرى لهذه المنشأة، تلاحظ بعض الطرق، طريق هنا وعلى سبيل المثال هذا طريق وهذا طريق وهنا عدد من المباني. أيضا بالاعتماد على هذه العلامات وبجرد جميع المدن الساحلية الإسرائيلية سنجد بأننا أمام أسدود الإسرائيلية تحديدا، هذه هي أسدود. إلى شمالها هنالك خزانات واضحة جدا ومنشأة نفطية واضحة كبيرة، إلى اليمين مع الهبوط بالقمر الصناعي سنجد أنفسنا أمام هذه الصورة تحديدا، وبأنها متطابقة تماما مع ما كان ظاهرا في هذه الصورة. هذه هي نفس الخزانات، نفس الطريق، كل شيء متطابق مما رأيناه، وهذا هو البحر المتوسط. بالتالي الفصائل العراقية هنا واضح جدا تريد القول بأنها ستقوم باستهداف هذه المنشأة النفطية تحديدا، وذلك للانتقام مما قامت به إسرائيل مؤخرا من استهداف خطير في محافظة الحديدة، ضربوا من خلالها خزانات الوقود الخاصة بميناء الحديدة. الخسائر كبيرة للغاية، وصلت حتى صباح هذا اليوم إلى 100 مليون دولار كما قدرت من عدد من المصادر. ضربت كذلك محطة الطاقة الكهربائية، خسائر كبيرة، حتى ميناء الحديدة تم ذكر بأنه قد خرج عن الخدمة. وجماعة الحوثي توعدت بالرد، وبالرد بشكل كبير وبهجوم كبير على إسرائيل بعد هذا الاستهداف والهجوم الذي وصفته الجماعة بأنه استهداف للبنى التحتية المدنية. وها هي الفصائل العراقية الآن تهدد بتحقيق هذه الهجمات، ولا بد أن ننتبه تماما بأن الفصائل العراقية وجماعة الحوثي سبق وأن نفذوا عمليات مشتركة على إسرائيل، وبالتالي واضح جدا بأننا سنكون أمام عملية مشتركة قادمة من هذه الفصائل العراقية وكذلك من جماعة الحوثي. والحرب خدعة، ليس بالضرورة أن تكون الفصائل العراقية فعلا ستستهدف هذه المنشأة أو حتى جماعة الحوثي، لا أبدا. هنالك الكثير من النقاط الأكثر وضوحا من هذه النقطة، مثلا إيلات على سبيل المثال، الفصائل العراقية وجماعة الحوثي استهدفوا إيلات كثيرا، وسنرى بأن هنالك عدد من خزانات الوقود الموجودة فعلا في إيلات مثل هذه الخزانات، وكذلك إلى شمال غربها ستجد خزانات أخرى، أي ضربة ممكن أن تؤدي إلى انفجار كبير، كذلك إلى شمال إسرائيل باتجاه حيفا، واحدة من أكبر المنشآت النفطية موجودة في حيفا. هذه حيفا وهذه منشآت أخرى كما تلاحظون أيضا نفطية كما هو واضح، وسترى هنا المزيد من هذه الخزانات المطلة على البحر المتوسط. بالتالي هنالك أكثر من هدف وأكثر من نقطة تهدد باتجاهها الفصائل العراقية أو حتى جماعة الحوثي. ولا بد من الانتباه هنا بأن إسرائيل تواجه سبع جبهات في المرة الواحدة، جبهتين في الداخل ألا وهي قطاع غزة والضفة الغربية، أما الجبهات الأخرى هي تتمثل بلبنان، سوريا، العراق وكذلك إيران، وبالإضافة إلى جماعة الحوثي في اليمن. بالتالي نحن أمام أشبه بنصف دائرة هي التي تهدد إسرائيل، بل بعد الهجوم الذي قامت به جماعة الحوثي بإطلاق طائرتها المسيرة باتجاه البحر المتوسط، تعدت الأجواء المصرية وظهرت فجأة طائرة صمات ثلاثة التي تمكنت من ضرب تل أبيب. هذه توضح بأن الأمور اختلفت، ومن الممكن للهجمات أيضا أن تأتي من غرب إسرائيل كما نرى هنا، وممكن لحزب الله أيضا أن ينفذ بنفس الطريقة هذه الهجمات. بالتالي إسرائيل مهددة من جميع الاتجاهات وبدائرة كاملة. بالتالي الواضح هنا أن الفصائل العراقية، وإذا ما تحدثنا عن المقاومة الإسلامية في العراق، عادة تطلق هجماتها من العراق أو تطلقها من سوريا، وإن كانت أسدود هي المستهدفة فعلا فإن الهجوم ممكن أن يكون من سوريا أو ممكن أن يكون أيضا من العراق. بهذا الشكل قد تكون سوريا أكثر منطقية بتحقيق مثل هذا الهجوم، وأن تأتي جماعة الحوثي مرة أخرى لتطلق طائرة مسيرة تحلق لمدة 10 ساعات
ساعات أو أكثر، وبعدها تأتي طائراتها المسيرة لتقوم بهذا الاستهداف. طرف يشغل المنظومات الدفاعية، الطرف الآخر يحاول أن يصيب قدر الإمكان إحدى خزانات الوقود لكي تحقق الضرر المطلوب. نفس الشيء بالنسبة لميناء إيلات، ممكن استهدافه من الفصائل العراقية من سوريا وممكن أيضا من العراق، وقد قاموا بمثل هذه العمليات سابقا. وكذلك جماعة الحوثي ممكن أن تنفذ هذا الهجوم، وقد يكون الأخطر هو حيفا، الأخطر بالنسبة لعملية الاستهداف، لأن حزب الله ممكن أن ينفذ العملية مع الفصائل العراقية، مع جماعة الحوثي، أي طرف يضرب المنشآت النفطية سيكون فيها ضرر كبير على إسرائيل. لا بل إن إيران من الممكن أن تستمر في عملية إرسال أسلحتها أيضا لجماعة الحوثي، ومسألة ضرب ميناء الحديدة وإخراجه عن الخدمة هو أمر صحيح وتم الإعلان عنه بشكل رسمي، لكن الواضح من التسجيلات بأن السفن لا زالت تصل إلى ميناء الحديدة كما تلاحظون هنا من خلال هذه التسجيلات. اليوم على سبيل المثال هنالك الكثير من السفن التي وصلت إلى ميناء الحديدة، هذه السفن أيضا قد وصلت إلى ميناء الحديدة. يوم غد هنالك جدول لعدد من السفن التي تصل أيضا إلى ميناء الحديدة، هذا على الرغم من أن إسرائيل ضربت الرافعات وأخرجت الميناء عن الخدمة، لكن هذه السفن تتواجد فيها رافعات أساسا في نفس السفينة، بالتالي السفينة قادرة على رفع الحاويات الخاصة بها وإيصالها إلى الميناء دون الحاجة إلى الرافعات الموجودة أساسا في الميناء، وبالتالي ممكن لإيران مرة أخرى أن توصل أسلحتها وتقنياتها الصاروخية لجماعة الحوثي لكي تساند في طبيعة هجماتها. لا بل إن الأمور والساحة لن تكون فقط على ما يبدو لجماعة الحوثي، وأن الضغط على جماعة الحوثي أو محاولة القضاء عليهم يعني القضاء على النفوذ الإيراني، لأن إيران تتوسع بشكل كبير باتجاه البحر الأحمر، وهنالك تطورا على مستوى العلاقة بين السودان وبين إيران. جاءت الأنباء اللي تتحدث في 24 ساعة الماضية عن فتح السفارتين، السفارة الإيرانية في السودان وكذلك السفارة السودانية في إيران، وظهر السفير الإيراني وهو يسلم أوراق اعتماده إلى عبد الفتاح البرهان الرئيس السوداني، رئيس الحكومة السودانية وكذلك قائد الجيش السوداني بهذه الطريقة، وهذا يعتبر تطورا كبيرا، لأن العلاقة بين البلدين قد انقطعت تماما منذ عام 2016 بعدما كان هنالك هجوما على السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية طهران، بعدما قامت المملكة العربية السعودية بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى قطع العلاقات بين السعودية وإيران، وبعد ذلك السودان قطعت العلاقات أيضا مع إيران. ولكن بعد ذلك تغيرت الأمور، العام الماضي في أكتوبر عادت العلاقة بين البلدين دون فتح السفارتين أو تبادل السفراء، ومباشرة بحسب الإيران انترناشونال كان هنالك وفدا في أكتوبر من العام الماضي بعد إعلانهم عن عودة العلاقات الدبلوماسية، جاء وفد سوداني اتجه مباشرة لإيران، باحثين عن طائرات مسيرة هم بحاجة لها في الصراع الداخلي الموجود في السودان، وبدأت تظهر طائرات الشحن الإيرانية وهي تحلق من بندر عباس إلى بورت سودان. كما تلاحظون العديد من اللقطات من صور الأقمار الصناعية التي وثقت طائرات الشحن الإيرانية وهي تصل وهي محملة بالأسلحة، وأكدتها العديد من المصادر حتى على المستوى الرسمي. الولايات المتحدة كانت قد تحدثت عن هذه المسألة، والهدف هو لزيادة أعداد الطائرات المسيرة الإيرانية التي لدى السودان من طائرات مهاجر 6 أن ترسل إلى السودان، ليستفيد منها طبعا الجيش السوداني في مواجهاته مع قوات الدعم السريع الكبيرة للغاية. والولايات المتحدة أبدت قلقها في فبراير من هذا العام أن الأمر ليس خطرا على مستوى السلاح فقط، وإنما أيضا على مستوى الأموال، ومن الممكن أن تقوم إيران بدعم مالي للحكومة السودانية والجيش السوداني مما يزيد من النفوذ الإيراني. لا بل في مارس تحدثت الوول ستريت جورنال بأن إيران قدمت بطلب للسودان بأنها تريد أن تفتح قاعدة أو تستفتح قاعدة عسكرية متقدمة خاصة بها في السودان على البحر الأحمر. الوول ستريت جورنال ذكرت بأن السودان قد رفضت هذه المسألة، ولكن ها نحن أمام تبادل السفراء، زيادة النفوذ مع الصراعات للدعم السريع، بالتالي من الممكن لإيران فعلا أن يتزايد نفوذها في ظل قلق غربي من أن هذا السيناريو يتطور وتمتلك إيران قاعدة متقدمة هنا، وهذا مع وجود جماعة الحوثي وتقرير رأيناه تقريبا الشهر الماضي من قبل صحيفة التليغراف البريطانية التي أكدت، أو حتى CNN الأمريكية ذكرت هذه المسألة بأن الحوثيين يناقشون إرسال الأسلحة لمن؟
لحركة الشباب في الصومال لكي تستفيد من هذه الأسلحة وتنفذ هجماتها في المحيط الهندي باتجاه السفن بشكل عام. بالتالي القضية ليست مرتبطة فقط بجماعة الحوثي، الآن هنالك توسع باتجاه أفريقيا، ولاحظ أن إيران بوجودها وعلاقاتها في السودان وبحصولها على مثل هذه القاعدة يعني أنها أصبحت أقرب على إسرائيل، هي موجودة، ممكن أن تشكل خطرا كبيرا ونفوذا أكبر على المستوى الاستخباري في حركة السفن الإسرائيلية الأمريكية الغربية أوروبية، وبالتالي إطباق الحصار على مضيق باب المندب يبدو مستمرا كما نرى هنا. وإسرائيل ريدار كانت قد ذكرت بشكل واضح بأن إيران يبدو بأنها أمام فرصة كبيرة هنا للتقدم على المستوى النووي، في ظل أن إسرائيل الآن تترقب الهجوم من جماعة الحوثي من الفصائل العراقية وغيرها بعد التطور الذي جاء من الضربة تجاه جماعة الحوثي في الأيام القليلة الماضية. إسرائيل تحت الضغط وتحت النار، هنالك انتخابات كذلك أمريكية وقلق من ما جرى مع جو بايدن، انسحب من السباق الرئاسي، كمالا هاريس الآن هي مرشحة ممكن أن تستبدل في مواجهة دونالد ترامب. الولايات المتحدة قد لا تكون وقد تكون بلا أي قرار في ظل الانشغال بما يجري في الداخل. إسرائيل تحت الضغط، وبالتالي إسرائيل ريدار وجدت حتى قناة الأن 12 العبرية بأن إيران قد لا تتحصل على فرصة أفضل من هذه الفرصة الحالية مع هذه الظروف لتقفز مباشرة إلى القنبلة النووية وتفاجأ العالم فجأة، وسيكون القرار صعبا في اتخاذه لأن إسرائيل أيضا وإن كانت لوحدها قادرة على توجيه الضربة إلا أنها لا تمتلك طائرات أو قاذفات استراتيجية مثل B-52 أو غيرها القادرة على ضرب المنشآت النووية على أعماق العشرات من الأمتار في حقيقة الأمر تحت الجبال مثل منشأة ناتانز أو حتى منشأة فوردو، وبالتالي الأمر قد يكون معقدا للغاية وإيران ممكن أن تستغل هذه المسألة. بالتالي نحن أمام ظروف خاصة للغاية، خاصة وأننا نتحدث عن حرب للطاقة. المسألة لم تعد كحرب عسكرية على ما يبدو بعد الاستهداف الإسرائيلي الذي جاء في ميناء الحديدة.